مستمرين معاكم في التغطيه من داخل مقر النادي الاهلي في الجزيره وفي الطريق الى فندق الحفل الذي سيقوم فيه بالتاكيد حفل اتحاد كره القدم التسليم النادي الاهلي درع الدوري العام. ومعي في هذه اللحظات احد اللاعبين الصاعدين والواعدين في خط الهجوم احمد ياسر ريان. احمد بقول لك اولا مبروك الاحتفال بالنجم الرابعه وتسليم درع الدوري، حدث جيد بالنسبه لك وانت كمان احد اللاعبين الصاعدين بتحضر مناسبه زي دي، مستقبل النادي الاهلي في الفتره القادمه. في الاول بسم الله الرحمن الرحيم وكل سنه وانتم طيبين، ويعني هي الصراحه حاجه كويسه قوي ان احنا نحتفل بالدرع الرقم 40 في والنجمه الرابعه للنادي الاهلي، وكمان مش هنستلمه في النادي الاهلي، لا رايحين حفله وحاجه كويسه ان شاء الله، وان شاء الله يعني مزيد من الانجازات الفتره اللي جايه، وان شاء الله عايزين نعمل حاجه للنادي الاهلي، يعني الفتره اللي جايه باذن الله هتبقى فتره كويسه وان شاء الله كلها انجازات. بالتاكيد انت معاهم على مدار الموسم، ممكن في مناسبه معينه خدت فرصه وشاركت، وفي اوقات اخرى كنت متواجد وجاهز في اي لحظه. موسم كان طويل وموسم كان صعب، والميزه انك وانت بتختم الموسم بتحتفل ببطوله انت تعبت عشانها. لا هي الموسم كان صعب وعندنا افريقيا وعند لعبنا الكاس ولعبنا الدوري، وكل البطولات دي سنتين، يعني السنتين كانوا ملحومين في بعض علشان الفتره اللي فاتت كان ضغطوا الدوري، فاحنا كنا واي وقت كان الكابتن بيحتاج حد كان بيلاقيه، فاحنا كنا المفروض على طول نبقى جاهزين، واول ما يعني مش لازم العب كتير بس اهم حاجه لما يحتاجني يلاقيني، بس هي دي الفتره اللي فاتت، بس هي كانت صعبه يعني، بس الحمد لله نهينا ببطوله ودي حاجه كويسه طبعا، يعني انك تنهي ببطوله وتقفل بيها فدي حاجه كويسه طبعا. احمد انت 19 سنه اعتقد. لا انا 20. 20 يعني خلاص اتصعدت دلوقتي داخل في مرحله اللي هي الشباب باذن الله، لكن 20 سنه وانت بتلعب في الدرجه الاولى ومع فريق النادي الاهلي والضغوطات والبطولات، كل ده بتفكر فيه ازاي وانت بتلاقي النهارده احتفاليه بقيمه النادي الاهلي؟ لا هي طبعا يعني الحمد لله ده تاني دوري ليا مع النادي الاهلي، وعندي 20 سنه يعني اخدت السنه اللي فاتت الدوري مع النادي الاهلي وده التاني. فلا يعني النادي الاهلي انت عندك 20 سنه وانت متعود على البطولات، يعني الحمد لله دلوقتي معايا 3 بطولات وانا عندي 20 سنه، فان شاء الله الفتره اللي جايه نحقق بطولات كويسه ان شاء الله. طموحك الفتره الجايه وانت بتتكلم 3 بطولات وانت لسه 20 سنه، وفي انديه ممكن تكون مثلا بقى لها سنين ما خدتش مثلا 3 بطولات او 4 بطولات ورا بعض. 3 بطولات دي مش حاجه يعني، ان شاء الله الواحد يعمل كذا بطوله، يعني الواحد هو في النادي الاهلي بيركز ان احنا ناخد بطولات، ماليش دعوه النادي يعني انا مش هزود النادي بطولات، هو النادي مليان بطولات، لكن انا ان شاء الله الفتره الجايه احاول اخد بطولات على قد ما نقدر يعني كفريق وان شاء الله كاسم لينا يعني. مبروك يا احمد وبالتوفيق ان شاء الله. الله يبارك فيك. شكرا. يلا ده كان لقاء مهم جدا مع احمد ياسر ريان احد اللاعبين الصاعدين والوجوه الشابه في مستقبل فريق النادي الاهلي. عوده للاستوديو من جديد، متابعين احتفاليه الاهلي هنا من مقر الجزيره حتى الوصول الى فندق الاقامه واحتفاليه الاهلي بالنجم الرابعه والفوز ببطوله الدوري رقم 40.